السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، رمضان كريم لجميع الأمة الإسلامية. في السابق تكلمت على بعض العناصر في التسميد الكيميائي. اليوم غادي نتكلم على التسميد البلدي، أي الغبار. الغبار اللي هو واحد المنتوج من البقايا ديال بعض الحيوانات أو ديال الحيوانات. فهناك عدة أنواع في هذا السماد العضوي من إنتاج ديال الحيواني. على سبيل المثال، مثلا الغبار ديال الأبقار، أو الغبار ديال الدجاج، أو الغبار ديال الأغنام أو الماعز، أو ديال الخنزير، أو ديال الجمال، إلى غير ذلك إلى آخره. المهم، من مميزات السماد البلدي اللي هو الغبار، هو الآخر يتكون أو يتوفر على مكونات منها الأزوت والبوتاس وكذلك الفوسفور بنسب مختلفة متفاوتة ما بين كل العناصر، ومختلفة كذلك ما بين الحيوانات. كل حيوان الغبار ديال كل حيوان مختلف عن الآخر في المكونات. شنو هما الاحتياطات المتخذة عند فاش نبغيو ناخذوا هذا الغبار هذا ونشريوه، او لا يكون ديال او لا يكون ديالنا ونبغيو نستعملوه؟ ان يكون يعني يكون طيب، ديال قديم، ديال العام الفايت، يكون في شي بلاصه اللي مشمسه وباينه مزيان، وان يكون من منطقه معروفه. الناس اللي كيبغيو يشريو يكون انه عارفين ديك المنطقه في هذاك البار ديال من ديال شكون، وعاينه وكيعرفوا ويسولوا على الغبار، لان كاين بعض الاعشاب اللي هي كتخلفها كذلك من مخلفات ديال الحيوانات، انها كتاكل ديك الاعشاب، ولكن راه دوك الزريعه، دوك لي سومونس كتمشي مع داك الغبار اللي من بعد فاش كتمشي كتلوحها في التيران مع داك الغبار، كتعطيك دوك الاعشاب اللي هي بعض الاعشاب اللي هي خطيره، بحال لاموري جون اللي كل منطقه وشنو كيسميوها، كاين اللي كيسميها مطيشه جمال، كاين اللي المهم هي واحد النبته كتكون مشوكه وعندها واحد النواره صفراء، راه كاينه في لازون ديال تادلا بزاف، لازون ديال تادلا في قريب صالح، هذيك المنطقه معروفه فيها هاد لاموريل جون، انا ما عرفتش بالدارجه السميه ديالها. المهم هي هذه. كذلك في بعض كذلك بعض الديدان بحال دوك لي فيغ بلون، دوك الديدان تيكونوا كبار شي شويه، حتى هما كذلك كيشكلوا خطر، لان كيشكلوا خطر من بعد على لي راسين، على الجذور ديال النبته. الا مشاو في داك الغبار انه كيبقاو كيضربوا في الجذور ديال النبته وكيتوالدوا بشكل كبير. وبالنسبه للكميه ديال الغبار للهكتار كتختلف حسب الزراعات والبنيه، يعني البنيه اتكلم هنا على البنيه، يعني الطريقه ديال الزراعه في التيران، واش لي بيون او لا السيرفاس كلها او لا، على حسب كتختلف من 30 طن حتى ل 50 طن بار هكتار، يعني في الهكتار. من مميزات السماد العضوي انه سماد اللي كيمتد تقريبا في الارض في التيران ديالنا كيبقى صالح لمده 3 أو 4 سنوات. مثلا هذا العام دوزنا درنا 30 او 40 طن بار هكتار، ممكن السنه القادمه نخدمو غير ب 15 طن هكتار، والسنة اللي من بعدها ممكن تخدم ب 10 طن بار هكتار. يعني كديميني ديك هذيك الكمية، لأن الغبار الأولاني ديال 30 ولا 40 طن باش خدمتي، لأن باقي صالح في الأرض. من المميزات كذلك الاقتصاد ديالو في التسميد الكيميائي، يعني كان ايكونوميزيو في هذا السماد الكيميائي. والاقتصاد كذلك في الماء، حتى في الماء، لان فاش كتكون التيران عندنا في الغبار كيكون شاد ديك ليميديتي
سيرتو في لوسول ارجي لوسول سابلو، هو اللي كي شويه كيحتاج الماء بزاف، الا كان شويه الغبار معاه راه كيحاول كيقتص شي شويه لينا في الكميات ديال الماء. وهي الا كنا كنهضروا على الماء، راه الماء هو اللي كنلقاو فيه مشكل بزاف الان في لازون ديال سيرتو لازون ديال سوس ميسا. وكذلك كيتستعمل كذلك في المحاربه ديال النيماتود، هو شنو من الظروف اللي كيتعجبو فانه الا كان الاصول ناشف ما شبعانش ما راه كيطلع، الا كان داك الاصول شابع ما والغبار كاين وديك الرطوبه كاينه راه تيهرب هو لتحت، لانه هو ما كيعجبوش انه يكون في واحد البلاصه اللي هي في هذه الرطوبه ديال الماء. وشكرا لكم، نلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه ومع موضوع اخر ان شاء الله.